مع ضريبة قسوة الحياة التي يدفعها شباب العراق، تزج مصيبة انتشار مرض الإيدز التي ضج وقعها أذهان شباب في ذقار دون عمر 45 عاما بمخاوف أن يفتك المرض بحياتهم. مجلس المحافظة وقف على تداعيات انتشار فيروس العوز المناعي لفتح باب التحقيق بمن يقف وراء إخفاء السيرة المرضية للإيدز في فترة سابقة. تم الخروج بخلاصة أنه تشكل لجنة داعمة لوزارة الصحة وقسم الجريمة الاقتصادية لمتابعة مراكز أو بؤر الإصابة أو المشكوك بهذه بالمناطق الموبوءة. إن شاء الله عددها لا تتجاوز المئات، يعني أقل المئات الأولى، يعني 200-150 يعني مو أكثر. نقص مناعة قيل على لسان جهات طبية إنه اكتسب بأجساد شباب تطلب اتخاذ إجراءات فورية وخطط صحية لحصر الأعداد قبل أن تفوق النسب العالمية. في ذقار لا تزال نسب الإصابة ضمن المعدلات العالمية. عقدنا اجتماع اليوم برئاسة السيد رئيس مجلس المحافظة وحضور عدد من أعضاء المجلس والدوائر ذات العلاقة لمناقشة أسباب انتشار هذا المرض في المحافظة ومناقشة سبل السيطرة عليه وتحجيمه. إن شاء الله هناك خطة وضعت متكاملة للسيطرة على منافذ انتشار هذا الفيروس وكذلك الوقاية منه وعلاج المصابين. ومن مسافرين قدموا عبر منافذ حدودية وسلوك أوقعهم في فخ أماكن مشبوهة يتسيد فيها الإيدز الأمراض المنقولة، وجهت أصابع الاتهام إلى مسببات خارج الحدود وداخلها. يتطلب يعني مراقبة المنافذ الحدودية، المطارات، يعني فحص شامل للقادمين من السفر، خاصة لدول هي بالأساس موبوءة كإيران وأذربيجان، وأيضا الأمور تتعلق يعني متابعة مراكز المساج وبيوت الدعارة أيضا للحد من هذه الظاهرة، وأيضا مختبرات نقل الدم كون الأمر يتعلق بهذا المرض. درهم وقاية خير من قنطار علاج، هكذا كانت ركيزة الأساس في مواجهة مرض لا هوادة معه أو فيه. ودرهم الوقاية أكد مسؤول المحافظة أنه يتمثل بنشر الوعي من مرض خطير قبل أن يصبح وباء يخرج عن السيطرة ويكون الشباب فيه وقودا يحرق مستقبلهم وآمالهم.